بصفه عامه يعني ديما اللي موجوده 24 ساعه لهنا بالقطيع نتاعي. خرجوا النعاش فهمتني، خرجوا للبلاد خلطت عليهم في ماريون سيت، كشفت المشهد هذاك ماريون سيت، خلطت عليهم فزيت من النوم كشفت خلطت عليهم مشوا بحث الاولاد، قلت والله غالبا راني ما ريتهمش، ارتكب العنف يقول لي كيف راني قدام تاع الاولاد وكلا، وضرب لي 3 ضربات يعني تشوف الضرب يعني مبرح فهمتني، وثم فيديو اخر كتف لي يدي ما تجيش وعمرها ما تصير ذي، وفي نهار 14 جانفي خي مش تمشي انت بالعقليه، مازلت في العقليه ذيك راك مازلت وقت بن علي ولا هي اخويا صاحبي الثوره عندها 14 عندها 10 سنين راهي و14 جانفي يا اخوي. في سليانة ما سجل معناها المحتجين لم يتم تسجيل حالات اعتداء على الأملاك الخاصة أو اعتداء على الأملاك العامة، كانت مواجهات مع قوات الأمن، معناها كانت ردة فعل متاع شباب غاضب على وضعه على ومحتقن على حياته الاجتماعية ويخزر الضبابية بمستقبله، كانت مواجهات مع الأمن، لم نسجل أي حالة اعتداء على أملاك عامة أو خاصة في سليانة، وهذا النورمال مو اللي ما يستدعاش التدخل العنيف هذاك تجاه المحتجين. يسار بيزار على الأخر عبيد معناها جاية باش تضرب، مش جاية باش ونورمال مو أمن باش يأمن البلاد، مش أكيد أمن البلاد، أنت زدت شعلت أنت، وفما فيديوهات هابطين ديجا، فما عبيد تضربوها وتعيشوها، وأنا نخدم في السبيطار فمش يكون هزول السبيطار دايخ زاد. دخلت ما فقت بروحي في كاس السبيطار، نرت لحد مشيت لمركز العمل تاعي نلقى الكوب البرني بدلت، خاطر بطبيعتها في الطاقة. طلب زميلي مشيت باش نخدم عنده المفتاح، ما عنديش مفتاح. تعديت من الاول بحذاها عادي، خاطر عندي تصغير اللي انا نخدم معناتها في الليل. مشيت جبت المفتاح ورجعت، كنت بحكم عندي نستعمل في الرول، عندي ضيق في النفس. بدات خاطر الشير المنقضي فيها غاز باش تعدي، وليت تعديت باش نرجع للطريق اللي جبت منه، اللي هو فيه لم نزيد بتبيع نحمي روحي من الغاز ومن الحجر ومن كل شيء. في الطريق الرجع أنا قريب الكوان بالضبط، حكيت 50 متر على الكوان، لفت 10 بوليسية 15 بوليس يجروا، بس قلت له راني ماشي نخدم باش نوري الورق، ما راني كل يضربوا في بعض الكراج هذاك نتاع وين صارت الحادثة. كانت حمت اعتقالات كبيره معناها في الحقيقه، واعمار معناها تتراوح بين 13 و 25 سنه، بل اكثر من ذلك خلاف الاعتقالات في سليانة تم توجيه استدعاءات للعباد ما شاركوش خلاص باش يتوجهوا للجرجاني، معناها فما حتى على تدوينه. انا ولد عمتي اول حاجه يعيش البر اجنبي، ديجا كرهبته هيك موجود، هو كل ليله من اللي بدات الحكايه هذيا نتاع الضرب ومضروب كل ليله يتفقد، ديجا امه تعيش وحدها يعني ما يش سيكيريزي، هو يعيش لنا ديما يخرج يتفقد كرهبته ويبدا فهمتي في الحومه ويرجع لروحه، دوم ما تخف شويه يرجع لروحه. ما رانا اللي فما الابتلاع وين بعد علينا قرب 3 أنهج في الطريق الكبير من غادي على ساقاهم، وكي كالعاده كل ليله يخرج يتفقد كرهبته في زنقته بالضبط شدوه وضربوه ومشى للمنطقه من غير سبادري، وديجا امه مشات له هزته ماكله هزته سبادري ومنه ومنه وما باش يقبلوا ما عندوش هاي. هذه أول حاجة. ثاني حاجة السيد تحكي على لاج عمره 40 ومعرس وبصغير وعنده سقوط في ساقه وستارتا في كام موجودة في المحكمة تاعو، كيفاش أنت معناها السيد في العمر هذايا في الموقف هذايا سافا أموره معناها واضحة، كيفاش بسوش اللي يعمل حاجات هذايا؟ مش معقولة جملة الحكاية. أنا عملت تروز أوبيراسيون من قبل من حديث الرش، وعندي خويا توفي من الرش، الوحيد اللي توفي من الرش عمل الكونسي. دوز اوبيراسيون موجودين حتى اللي تراس موجودين لاني يعني عملهم في عبد الرحمن، ما عنديش حتى علاقة معناتها انت تو واحد عارضك لا في دو حجر في، وبالعكس في دي الورقه باش نوريك معناتها سبحان الله كان انا باش نوريك لان ماشي معناها زاد فرم اللي باش يتعدى يمشي يخدم ما يخدمش، ولا يمشي واحد يخدم في الكيوسك ما يخدمش، يمشي عنده بسبب التصغير الطب القانوني ما خالفنيش القانون، هازين في دي الورقة نتاع اللي أنا نخدم معنتها راني حامي روحي بالورقة وحامي روحي بكم، تجي تعنفني كيك بدون مبرر، الواحد ربي يظهر لي حقي ونحبهم، يمشوش يستفزوا الذري واللي يضغطوا عليهم اللي موجودة العبيد الموقوفين
وبعد الفيديوهات الهبط بعد الوقت يقولوا الإنسان هذايا معانا ولا ليه، هذا اللي خايف منه خاطر يعملوا كل شيء. طريقة الاحتجاج اللي احتج بها شباب تونس أو شباب سليانة في جل ربوع تونس وأحيائها الشعبية أنه هذا بيش يجعلنا نجرمهم إلى حد أنه يصبحوا مجرمين، أو لأنه هذا ما هوش صحيح، لأنه هي كانت ردة فعل عفوية في الأخر كانت هي أسبابها أو هي منتوج للتهميش، منتوج الشباب ضايع، الشباب فقد الأمل في مستقبله، الشباب أيضا يخزر للمشهد السياسي التعيس في بلاده. فأنا نعتبرها ردة فعل عفوية من شباب في سن مراهقة، في الأخر في عمر متاع مراهقة، شباب مهمش لم تكن له الفضاءات التأطيرية، التعليم والهنات التي يعانيها المنظومة التربوية، إضافة إلى الضبابية في المستقبل، إضافة أنه شباب مراهق يخزر الوالديه كيفاش يعاني في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، هذا الكل خلى الشباب يبدع، خلى الشباب ربما يخزر له إبداع في عمره هو باش يحتج في الليل، مش لدرجة أنه يجرموه.